أهلا بكم في منشآت أحمر، معي أنا ريمان عيسى إلى أبرز المنشآت. وفاة 9 أشخاص وأضرار مادية كبيرة خلفتها العاصفة المطرية في العراق. مواطنون يتساءلون أين هي الخدمات؟ مجدداً، الموجة المطرية في العراق تكشف زيف المشاريع الخدمية المليارية في كركوك وصلاح الدين ومدن أخرى. وكأننا في البندقية بالزوارق والمجادف والسباحة الحرة، يتنقل العراقيون بين الأحياء الغارقة. وفي منشأة أحمر، مناورات تقليدية أم بوادر حرب؟ الرئيس الصيني يدعو الجيش لتعزيز التدريب والاستعداد القتالي، هل تفعلها الصين؟ أهلا بكم. لم تمضي ساعة واحدة على الموجة المطرية التي ضربت البلاد حتى فاضت الشوارع والأحياء في مناطق متفرقة من العراق. توالت المقاطع الفيديوية من شتى أنحاء البلاد، منها ما أظهر عرقلة حركة السير وقطع الطرق في العاصمة وتضرر بعض المباني، ومنها ما أوضح كيف تشكلت السيول والفيضانات، فضلا عن قطع التيار الكهربائي وضعف خدمة الإنترنت وسط استنفار خدمي في أغلب المحافظات. ولم يتوقف الأمر هنا فحسب، بل شاهدنا أيضا مقاطع عديدة لمواطنين وهم يعبرون إلى مقاصدهم إما بالسباحة الحرة أو بالزوارق، في مشاهد تعكس قدرة الفرد العراقي وخبرته بالتأقلم والتعامل مع أحلك الظروف وأشدها قسوة وضراوة. وتابع التقرير. هي موجة أمطار رعدية مصحوبة برياح عاتية ضربت من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه، متعدية إلى دول الجوار ولا سيما إيران والسعودية. موجة الأمطار وما تبعها من سيول وصواعق رعدية تسببت حتى ساعة إعداد هذا التقرير بمصرع 9 أشخاص على الأقل في كركوك وبغداد والحلة وأربيل، وفاضت شوارع مدن كركوك وطوز خرماتو وسامراء وبغداد والحلة والديوانية والناصرية بمياه الأمطار، وبات تنقل السيارات في الشارع الرئيس لبعض المدن متقطعا، بل وبات العبور من ضفة منطقة إلى أخرى داخل حي سكني واحد إما بالقوارب أو بالسباحة الحرة. الأمطار الغزيرة على مدن إقليم كردستان أيضا، حيث تعرض قضاء خبات إلى سيول جرفت بعض المحال وتسببت بأضرار للمنازل. أظهرت مقاطع فيديوية سيولا جارفة عبر التضاريس الجبلية وتجريفا لأشجار وبعض السيارات والممتلكات. ويعاني العراق من الجفاف والتراجع في هطول الأمطار منذ 3 سنوات، فيما يعبر الفلاحون عن سعادتهم بالأمطار النادرة المفيدة للأنهار وزيادة مخزون المياه في السدود. في هذا المنشأة ينضم معي بداية مراسل الشرقية نيوز من كربلاء فيصل جريتي. مرحبا بك فيصل، أطعنا على الأحوال والطقس والموجة المطرية في كربلاء والأضرار التي خلفتها هناك، تفضل. نعم ريما، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي برنامج منشأة أحمر. طبعا محافظة كربلاء كبقية المحافظات في يعني فيها طول الأمطار يعني من قبل يومين ولحد هذه الليلة
الماضية كان هطول أمطار غزيرة في محافظة كربلاء. الحكومة المركزية اتخذت على عاتقها وأنطت يعني عطلة في جميع المحافظات بسبب هذه الأمطار وغزارتها في المحافظات جميعا في العراق. يعني اليوم الحركة بدأت يعني في محافظة كربلاء يعني كثيفة بعد انخفاض بعد ارتفاع درجات الحرارة، وهناك لم تكن أمطار في محافظة كربلاء على اعتبار الليلة الماضية هي آخر الأوقات التي كان فيها هطول أمطار، تعطيل جميع دوائر يعني الدولة ما عدا الخدمية، المدارس غيرها كانت اليوم معطلة ما عدا الدوائر الخدمية. عفوا ريما أذكر لك يعني بسبب هذه هطول الأمطار تسببت لدينا يعني مدن كثيرة في محافظة كربلاء، منها الأحياء شمال المركز، ومنها يعني حي المعلمين وحي الحر وقضاء الحر وقضاء الهندية. يعني هذه الأحياء هي أساسا لم تكن فيها خدمات من هذا الجانب، وخاصة الصرف الصحي مياه المجاري، هذه تسببت بعد هطول الأمطار هنا في المدينة. سارعت يعني الدوائر الخدمية، دائرة المجاري غيرها، بمشاركة أيضا الدفاع المدني لصرف هذه المياه بالخزانات الحوضية من أجل يعني يعني من أجل تصفية هذه المياه وسحبها من الشوارع من أجل المارة في هذه الطرق. طيب فيصل، أشاهد يعني بأن الشمس حولك قد أشرقت والحمد لله، هل ما زال هناك بعض الطرق مقطوعة؟ هل أصلا يعني كان هناك يعني عطل في حركة السير أو عرقلة في حركة السير في شوارع كربلاء؟ نعم ريما، يعني هذه كما تشاهدين خلفي هذه الشوارع هي يعني داخل مركز المدينة، لكن أكثر تأثرا في المناطق اللي هي شمال المنطقة والمناطق اللي هي تابعة للأقضية والنواحي، هذه لم تحظى بالخدمات للأسف. يعني هناك تلكئ في هذه المشاريع وحتى بعض الأحياء التابعة للمركز، بس لكن هي متطرفة من مركز المدينة. طيب. يعني هناك تأثر كثير، يعني لو كاميرا الشرقية نيوز كانت تتجول في هذه المناطق المتأثرة ورصدت حركة السير، للأسف أنه لحد هذا الصباح هناك حركة متوقفة، لكن ذكرت هناك يعني استنفار من قبل الجهات المعنية والدوائر الخدمية بصرف هذه المياه من أجل فتح الطرق أمام المارة. طيب فيصل، يعني هناك أيضا في باقي المحافظات العراقية يعني شاهدنا غرق الشوارع، هل يمكن يعني أن تعطيني مقارنة بين محافظة كربلاء وباقي المحافظات العراقية؟ هل هي بنفس السوء، أفضل حال من ناحية الخدمات؟ أيضا عن نوعية الاستنفار والاستنفار الخدمي تحديدا في محافظة كربلاء، كيف كانت الجهود بالمجمل؟ ريما تعرفين محافظة كربلاء يعني هي تستوعب يعني زائرين يوميا وليس في الزيارات العادية. لا بد أن هناك لها خصوصية من قبل الدوائر الخدمية، لها خصوصية من قبل المركز والاهتمام بهذه المحافظة. يعني أكيد يعني الخدمات تفرق عن خدمات بقية المحافظات. نقول وانصافا لما عملته محافظة كربلاء، هناك اهتمام بداخل المركز المحافظة، هناك اهتمام بالأحياء القريبة من مركز المحافظة تصاعدا إلى الأحياء البعيدة ومرورا بالأقضية والنواحي، لكن هذه الأقضية والنواحي كما ذكرت أنه هي قليلة الخدمات بسبب صراعات سياسية، مشاكل اقتصادية يعني من هذا القبيل. لكن بالأيام المقبلة أوعدت أن الحكومة المحلية ستنجز جميع الخدمات في المحافظة وإن تلكت. إذن هذه الصورة كانت من محافظة كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا لك فيصل الجريتي مراسل الشرقية نيوز من هناك. من كربلاء انتقل إلى كركوك وإيتيلا الأغا، مرحبا إيتيلا. كانت محافظة كركوك من أكثر المحافظات تضررا أيضا من هذه العاصفة المطرية التي ضربت أنحاء متفرقة من العراق، أطلعني أكثر على حجم الأضرار في محافظة كركوك. إيتيلا تفضل. ريما كركوك في كل موجة أمطار مع الأسف هناك خسائر بالأرواح، هذه المرة بالموجة الأولى انحرفت سيول أطفال اثنان، بالموجة الثانية أم وابنها انهار البيت عليهم، وبهذه الموجة أيضا طالب بالمرحلة الرابعة في أحد الكليات الطبية هنا في كركوك أيضا صعقة، إضافة إلى
الذي لا زالت الجهود جاريه للبحث عنه. وفي جرفت سياره عسكريه كان بداخلها ثلاثه من العسكريين او القوات الامنيه بينهم ضابط، استطاع الاثنان ان ينجو او نجوا بعجوبه، لكن تبقى جندي واحد ربما كان هو قائد المركبه، جرفته السيول عثر على المركبه، لكن لا زالت جهود الدفاع المدني وجهود الجيش العراقي ايضا في البحث عن الجندي المفقود. نتمنى ان يتم العثور عليه حيا، يرزق بهذه الايام الكريمه. كانت موجه امطار قويه جدا، اسوء المناطق او اكثر المناطق تاثرا داخل بمركز محافظه الترفيه منطقه فنجة علي، كان هناك جهود كبيره للدفاع المدني وجهود اخرى لدائره مجاري، إضافة إلى شرطة النجدة أيضا كان لها جهود كبيرة حتى ساعات الفجر الأولى كانوا يحاولون سحب أكبر كمية من المياه وإنقاذ تلك البيوت التي اجتاحتها السيول. مستوى نهر الزاب حاليا بتصاعد أمطار أمس لا زالت، أو مستوى نهر الزاب لم يستقر حتى الآن، لكنه لم تسجل أي أخطار، مع العلم أن هناك كمية أزمة الفيضانات حذرت البيوت القريبة أو الأقمية والنواحي المطلة على الزاب الأسفل من توقي الحذر وعدم الاقتراب أكثر إلى مستويات نهر الزاب التي ربما ترتفع في أي لحظة حسب السدود سد وكان وسد الدبس الذي هناك تنسيق عالي للسيطرة على مستوى المياه. لكن أعيد وأقول أن في كل موجة الأمطار هنا في كركوك هناك خسائر بالأرواح، واليوم صعق شاب آخر وأمس كما قلت رحمهم الله تيلا، يعني رحم الله كل ضحايا، نتمنى يعني ونأمل العثور عليه بأسرع وقت. لكن إتلا يعني دائما ما نتحدث عند كل موجة مطرية عاصفة مطرية تكشف لنا زيف المشاريع ووهمية المشاريع في شتى المحافظات العراقية. كركوك كما تحدثنا لها ربما نصيب وافر من شح الخدمات ووهمية المشاريع وزيف المشاريع، ماذا يقول مسؤولو المحافظة في هكذا كوارث تحدث؟ يعني قبل قليل استطعنا أن نتصل بمدير المجاري الذي أيضا يعني أود أن أقول أن شبكة المجاري هنا في مركز المحافظة كان أفضل من المناطق الأخرى، مناطق فنجة علي ومناطق شوراو. لم نشهد ارتفاع المياه هنا في مركز المحافظة، لكن في منطقة شوراو وفي منطقة فنجة علي على وجه الخصوص كان هناك استياء كبير من الأهالي. بعض المناطق هناك في تلك المناطق متجاوزة، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يبقوا محرومون من شبكة المجاري التي أسست داخل المركز. لكن في تلك المناطق هناك تلتف في بعض المشاريع، كان هناك استياء، لكن موجة الأمطار كما قلت في أطراف كركوك وفي كوك فرماتي كانت شديدة، ولذلك تم تسجيل حوادث وكان هناك مياه سيول اجتاحت بعض الشوارع. لكن في مركز المحافظة حيث أقف كان الوضع أفضل بكثير، وهناك كان هناك تحذيرات كما قلت شبكة، بالإضافة إلى شبكة المجاري والمدراء الذين شكلوا خلية أزمة الفيضانات التي تشكلت في 2018 كانوا في شوارع كركوك وحاولوا جاهدين أن يمنعوا ارتفاع مناسيب المياه في الشوارع. فقط منطقة فنجة علي هي الأكثر تأثرا والأكثر تضررا من باقي مناطق كركوك. أطراف كركوك تأثرت، منطقة يا رمزة التابعة لليلان تلك القرية أيضا غرقت بالكامل، وهناك جهود للدفاع المدني والمجاري أن تسعفهم وتصل إليهم. حقيقة أطراف كركوك تأثرت بالأمطار بعيدا عن المركز، وفي مركز المحافظة فقط منطقة فنجة علي تأثرت كثيرا. طيب. هل تواصلت مع المواطنين في كركوك وسط هذه العاصفة المطرية؟ ماذا يقولون وما هي المطالب التي ينقلونها عبر الشرقية؟ يعني ريما هناك مناشدات من المواطنين تصلهم دائما في العراق وفي كركوك بصورة عامة. هناك مناطق كثيرة تم التجاوز عليها، لكن هذا لا يعني أن المنطقة المتجاوز عليها أو المنطقة التي فيها بيوت تجاوز تحرم من الخدمات. منطقة ترجع علي كل الحجج الحكومية تقول أن فيها تجاوز على شبكة المجاري أو تجاوز على الجسور أو الطرق. هذا
هو السبب الذي حال أن ترتفع المياه، لكن هذا السبب لا يقنع المواطن الذي يمر بأيام كريمة بأيام مباركة. حاليا المياه التي كان المواطن في كركوك يتمنى أن تستغل بطريقة أفضل، مع الأسف اجتاحت هذه البيئة خاصة في منطقة فجع علي وتسببت لهم بأضرار كبيرة في هذه الأيام خاصة. يعني مهما حاولت الجهات الحكومية دفاع مدني أو مجاري أو النجدة من إجلال عوائل إخراج من بيوت تعب المياه، لكن تبقى هذه الأوحال والأطيان التي جاءت من المرتفعات ودخلت هذه البيوت، وهي خسارة كبيرة بالآفات ويعني حتى طيب. تنظيف هذه البيوت مكلف أيضا بهذه الفترة. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الشرقية نيوز من كركوك إتلا الأغا، شكرا لك. وعادة ما ترافق العاصفة المطرية موجة من الاتهامات للحكومات المتعاقبة على تقصيرها الواضح في ملف الخدمات والبنى التحتية الأساسية، رغم المليارات التي صرفت خلال الأعوام الماضية لتطويرها وبناء المشاريع وتشييد الطرق والجسور الجديدة، إلا أن الفساد والهدر والتعطيل كانوا سداً منيعاً في وجه كل من حاول البناء والإعمار. يقول مراقبون إن العراق ليس بحاجة إلى موجة مطرية تكشف له زيف المشاريع والبنى التحتية، فجولة واحدة في شوارع بغداد أو أي محافظة عراقية أخرى في أوقات الطقس الجميل والشمس الساطعة من شأنها أيضا أن تكشف تهالك البنى التحتية ورثاثة الخدمات، فما بالكم إذن في أوقات العواصف المطرية والترابية؟ يخصص اليوم 46 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية، فكيف يمكن توظيفها لمنع تكرار نكبات الأمطار والكوارث الطبيعية؟ نتابع التقرير ثم نعود إلى هذا المنشد. فيضانات وسيول وبرق وصواعق وصعقات كهربائية رافقت موجة الأمطار الأخيرة في العراق، وتسببت بوفيات وخسائر مادية وبشرية في بلد يعاني من سوء البنية التحتية على الرغم من عائدات النفط الكبيرة. الأمطار الغزيرة كشفت سوء شبكات المياه والصرف الصحي أو انقطاع التيار الكهربائي وانهيار طرق وحدوث تخسفات وتشققات في الشوارع، كما تكشف هذه الموجات المطرية القوية سوء المشاريع والفساد المالي في بعض المحافظات مثل كركوك وصلاح الدين والديوانية. ويظهر هنا ضعف البنى التحتية للعديد من المدن العراقية، كما أن العشوائيات شكلت ضغطا على إدامة الزخم وزيادة هجرة المواطنين من الريف والأطراف إلى المدن بحثا عن العمل، ما تسبب بشكل كبير في تفاقم الأزمات، كما أن منظومة سحب المياه لم تكن بالشكل المطلوب، إضافة إلى عدم وجود مشاريع متطورة في هذا المجال. معيب سنة 23 العالم صعدت للمريخ، العالم طورت أنفسه، مجال ما عدنا بالعراق، وكل ما أندس شهادة أطول منه كبره فضاما سيطرة عليه. ادعاشي قال لك المهندس الأقدم ترى مجاري. ومع تخصيص 49 تريليون دينار للموازنة الاستثمارية، يتساءل مراقبون ومواطنون عراقيون غرقوا بمياه الأمطار، هل ستتمكن المشاريع المقبلة من حل أزمة المجاري والمياه والكهرباء والطرق والجسور، أم أن عوائق جديدة ستقف أمام طموح الحكومة الكبير لتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار والإعمار؟
نناقش ملف الخدمات في العراق ومستقبل هذه الخدمات في ظل الموازنة الاستثمارية وتخصيص 46 تريليون دينار للخدمات العامة في العراق مع رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي من بغداد. مرحبا بك أستاذ علي. بداية أريد منك تعليق على المشاهد التي وردت من أمس، العاصفة المطرية التي كشفت زيف المشاريع وزيف البنى التحتية والصرف الصحي في العراق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لكم والمشاهد الكريم ورمضان كريم عليكم وعلى كل شعبنا العراقي العزيز. حقيقة هي دائما احنا كل نعيش مطر بهذا المستوى الكبير، نشاهد مشاكل خدمية في أغلب محافظاتنا، ولعل هذا القضية لها أسباب، لعل واحد من أسبابها هي البنى التحتية اللي أساسا قد تكون ما موجودة في بعض المحافظات أو بنى تحتية في محافظات أخرى أصبحت خارج نطاق الخدمة. يعني يوم نتحدث عن محافظات خاصة مثل محافظة ديوانية ومحافظة بابل، نسبة البنى التحتية في هذه المحافظتين 5%، اليوم احنا نتحدث في سنة 23، يعني المفروض هذه المحافظات مشاريعها في قطاع الصرف الصحي قبل سنوات يعني تكتمل، باعتبار هناك مشاريع خصصت لها ارقام ومبالغ من 2012. يعني نتحدث مثلا على مشروع مجار الديوانيه الكبير، هو مشروع هذا لكل محافظه ديوانيه، هذا لا زال هذا المشروع متلكي والى اسباب الفنيه والاسباب الماليه واسباب اختيار الشركات الغير نصيره في تنفيذ هذه المشاريع. نتحدث عن مشاريع مثلا البنى التحتيه في بابل نفس القضيه، فبالتالي يجب ان يكون توجه نحو اكمال هذه المشاريع المتلكيه حتى ممكن انه نتعرض الى هكذا تساقط كبير لكميات الامطار، ممكن هذه المشكله ما تستمر عندنا ايام، تستمر عندنا يوم زائد يومين، وبالتالي نشاهد وضع يختلف عن ما قاعد نشاهد اليوم. حقيقه التوجه الحكومي واضح خلال هذه المرحله، اجتماعنا بوزير العماره والاسكان واجتماعنا باغلب الساده المحافظين، هناك توجه نحو اكمال البنى التحتيه وهذه أولويات الوزارة وأولويات المحافظات، واليوم البنى التحتية أصبحت توجه باتجاه إنجاز هذه المشاريع حاجة ملحة وضرورية، حتى بالتالي ترجع على يعني لباقي القطاعات الما في قطاع الخدمات. بدون إكمال هذه المشاريع أعتقد يبقى الوضع سيء وتبقى محافظاتنا تعيش سوء في قطاع الخدمات. طيب سيد علي، يعني نحن دائما ما نسمع مثل هذا الكلام بأن هناك توجه حكومي واليوم الحكومة حكومة خدمات وهناك دعم فيما يخص المشاريع والخدمات والبنى التحتية وهناك لجان برلمانية تخص الخدمات وهناك أيضا في أمانة العاصمة وغير أمانة العاصمة ويعني اجتماعات ووعود، هل هناك توقيت زمني محدد للبدء بتنفيذ وتأهيل الخدمات الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي وغير ذلك أيضا؟ هل تملكون توقيت محدد؟ فعلا هي حالة الإحباط من خلال الوعود اللي لمسنا مصداقية في تنفيذها، يعني تركت عندنا حالة من الاستفهامات وعدم الثقة على أنه المرحلة القادمة قد تختلف عن المراحل السابقة. أنا أعتقد من خلال الخطوات اللي صارت يعني ومن خلال اجتماع بدولة رئيس الوزراء في أكثر من اجتماعين ومن خلال لقاءات مع السادة التنفيذيين، أعتقد هذه المرحلة تختلف عن المراحل السابقة باعتبار كثير من المشاكل اللي كنا نعاني فيها في فترات سابقة اليوم أصبحت هذه المشاكل يعني أكو حلول حقيقية. يعني الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، الوفرة المالية الكبيرة، عوامل مهمة في نجاح أي مشروع، إضافة إلى أنه توجه الحكومة اللي الحكومة أعلنت عن نفسها حكومة خدمات، وقاعد نشاهد مصداق لهذا العنوان في أكثر مشروع أطلقت الحكومة وصار إلى تنفيذ. لعل واحد منهم هي مثلا قضية المشاريع فك الاختناقات القانونية اللي في بغداد، قبل تقريبا الأسبوع الماضي يعني بدأت الشركات المنفذة تعمل في هذا يعني في هذه المشاريع، لأنه هناك ثلاثة مشاريع في منطقة شرق القناة تمت المباشرة بها. وانا يعني اعتقد من خلال ايضا تجوالي في اغلب المحافظات اللي زرتها، يعني اعتقد انه هناك جديه واضحه حتى لدى الساده المحافظين باعتبار اليوم الوضع اللي يعيشونه هو وضع افضل من السابق، باعتبار الموازنه
كانت موازنة كبيرة بوحد المحافظات. سأتي للحديث عن موضوع الموازنة، لكن أعلق على ما ذكرته قبل قليل سيد علي، وقلت أنكم تشعرون بالإحباط. إذا المسؤول في العراق اليوم يشعر بالإحباط، فما بالك عن المواطن العراقي فيما يخص الخدمات؟ أنا أقول هذا الشعور بالإحباط ليس عند المسؤول. تفضلتم أنتم في كلامكم، قلتوا إحنا اليوم هذه الحكومة قد لا تختلف عن الحكومات السابقة باعتبار هذا العنوان أطلق في أكثر من حكومة. وأنا شاطرت يعني الرأي في هذا الموضوع باعتبار ما مر العراق فيه من حكومات سابقة وأطلاق هذا الشعار ما لقينا له إلى واقع حقيقي. أقول اليوم إحنا من خلال كوني رئيس لجنة الخدمات وتقييم الأداء الحكومي في هذا القطاع، أعتقد أنه هذه المرحلة تختلف عن المراحل السابقة. يعني اليوم بسبب الاستقرار السياسي هناك فعلا أنت تلمس نية حقيقية لتحسين يعني الخدمات. فعلا اليوم إحنا نتحدث عن حكومة يقف خلفها ائتلاف إدارة الدولة 280 نائب، وحكومة اليوم لديها موازنة كبيرة ما شاهدناها في سنوات سابقة، واستقرار أمني ما شاهدناه في مراحل سابقة. واعتقد هذه العوامل كانت عوامل يعني رئيسيه في تدهور واقع الخدمات في كثير من المحافظات مثل العراق. نعم، طيب اذا بدانا اليوم بتاهيل هذه الخدمات والبنى التحتيه، كم نحتاج من الوقت سيد علي لنلمس النتائج؟ انا اقول هناك مشاريع ممكن خلال سنه تكمل، وهناك مشاريع تحتاج الى سنه وسنتين، لانه نتحدث عن مشاريع. يجب اول شيء احنا يجب ان نذهب باتجاه المشاريع الاستراتيجيه المهمه. احنا قبل فتره ارسلنا كتاب ل كل محافظاتنا وايضا لوزاره الاعمار والاسكان، طلبنا منهم اهم المشاريع وايضا رؤيتهم في خططهم الاستثماريه للاستراتيجيه للخمس سنوات القادمه، وايضا خطتهم السنويه واهم المشاريع المتلكيه. وقاعد يصير عندنا احصائيه قاعده بيانات قاعد تبين عندنا انه اغلب المشاريع المتلكيه هي مشاريع وزاريه، يعني مو مشاريع على تنميه الاقاليم او مسؤوله عليها المحافظات، لا، مشاريع هي مشاريع وزاريه. و اجتماعنا مع دولة الرئيس اللي هو صار قبل أسبوع تطرقنا إلى هذه المشاريع، ويعني أصبح لدينا واضح أنه اليوم الحكومة بحاجة إلى أكثر من 60 تريليون دينار عراقي لإكمال هذه المشاريع المتلكية، إضافة إلى أنه أكيد الحكومة توجه باتجاه مشاريع جديدة باعتبار أنه هناك معالجات أصبح يعني أصبح القطاع القديم يحتاج لمعالجات حقيقية في مشاريع مهمة لعل أهمها هي مشاريع الطرق. أعتقد أنه التوجه الحكومي ذاهب باتجاه وضع توقيتات زمنية وأيضا اختصار للوقت. وشاهدنا أنه أكثر من اجتماع دولة الرئيس يطلب أنه من خلال الشركات المنفذة المشاريع المهمة أن يكون العمل على مدار ثلاثة شفتات، يعني وهذا هو المطلوب حقيقة. قاعد نشوف حجم الجهد اللي قاعد ينزل على الواحد من هذه مصادق لهذا الكلام اللي قاعد شفناه في مداخل بغداد، يعني في زياراتنا وجولاتنا الميدانية في مداخل بغداد وحجم العمل اللي قاعد يصير خلال الأيام الماضية ما شاهدناه في الأشهر السابقة والسنوات السابقة. وتدرون مداخل بغداد الوجه الحقيقي لهذه العاصمة، وبالتالي نذهب باتجاه معالجة هذه المشكلة أكيد راح يعني يترك لنا يخلق لنا فد حالة تفاؤل لدى المواطن. طيب، وانعكاسات إيجابية باتجاه هذه الحكومة واتجاه برنامج. سؤال أخير سيد علي، كلجنة خدمات نيابية ذكرت قبل قليل بأنه نحتاج ربما إلى أكثر من 60 تريليون دينار فيما يخص استثمارها في المشاريع والخدمات والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي وغيرها أيضا. هل قدمتم أنتم رؤية محددة يعني لجنة خدمات نيابية عن طريقة توظيف هذه الأموال بالمشاريع، كيفية استثمارها منعا لتكرار هذه المشاهد وسيناريوهات الغرق وغير الغرق أيضا؟ تدرين احنا عدة تباين بين محافظة ومحافظة في قطاع الخدمات وفي مشاكل الخدمات. يعني اليوم من أتحدث عن بغداد، مشاكل بغداد لعل أهم ما يتعلق بقطاع الطرق. نتحدث عن محافظة مثل الديوانية الحل اهم مشاكل تتعلق بقطاع البنى التحتيه، محافظه من البصره مشاكل تتعلق بقطاع الماء. كل محافظه اكيد لها مشكله تختلف عن المحافظه الاخرى. صحيح. احنا كتوجه
للجنة الخدمات النيابية ذهبت باتجاه قطاعين مهمين، قطاع البنى التحتية وقطاع الطرق، وتدرون قطاع الطرق بمشاكل كبيرة، وقطاع الطرق قاعد يخلق لنا فواجع كثيرة في يعني للأسف الشديد يومية، ما يمر يوم إذا ما تكون عندنا حادثة مروعة، يحتاج أن نهتم بمداخل المدن ونهتم بالطرق السريعة. وهذا التوجه حاصل لدى وزارة الإعمار والإسكان وأيضا لدى الحكومة والحكومات المحلية. إحنا اليوم في لجنة الخدمات عندنا اجتماعات متواصلة لخلق رؤية للمرحلة القادمة. إحنا قاعد يعني نخاطب المحافظين يزودونا بقاعدة بيانات لأهم مشاريعهم ومشاريع اللي يكون تستهدف. وأيضا خاطبنا وزارة الإسكان خلال الأيام القادمة في لجنة الخدمات تطلع برؤية مهمة، الغرض منها انه نعالج مشاكلنا الخدميه، لانه اغلب المشاكل اللي قاعد تصلنا واغلب المشاريع المتلكيه اللي قاعد تصلنا هي مشاريع وزاريه. يعني يوم ما يعني الخلل الحاصل مو في المحافظات وتنفيذ المحافظات ومجالس المحافظات، خلل الحاصل للاسف في اغلب المشاريع هي مشاريع وزاريه، يا يعني اما على وزاره الاعمال والصناعه، يا اما على وزاره الصحه، يا اما على وزاره التربيه. وكل هذه المشاريع اليوم هي اغلبها مشاريع وزاريه، سواء كانت في قطاع قطاع الصحي، قطاع الماء، قطاع الطرق، قطاع الصحي. يعني نتحدث اليوم لا زالت مشكلة رقم واحد هي في قضية قطاع التربية وبناء المدارس، هذه المشكلة المستعصية اللي طالها يعني اليوم أكثر من 12 سنة 13 سنة. فإحنا كلجنة خدمات ذاهبين باتجاه أعطاء أولوية لهذه المشاريع الاستراتيجية المتلكة، وأيضا ممكن نقول يا حكومة تنفيذية أبطوا مجال للمحافظين في أن يتصدون لهذه المشاريع وينفذوها هم، باعتبار اليوم المحافظين ومجالس المحافظات دائما هي في وجه المدفع. في أي خلل يصير في هذه المحافظات نقول هذا الخلل سببه يا أما المحافظة يا أما مجلس وضحت المحافظة. وضحت الصورة. نلقى هي أغلبية مشاريع وزارية. نعم، نأمل أن نشاهد يعني نتائج ملموسة، أن يكون هناك توقيتات لتنفيذ كل هذه المشاريع. شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، كنت ضيفي عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك. أهلا بكم مجددا. يتصاعد التوتر حول تايوان منذرا بسيناريوهات ربما تكون أكثر حدة خلال المراحل المقبلة، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا من جانب الصين التي قامت بمحاكاة غارات جوية على الجزيرة، بينما طوقت قواتها البحرية تايبي. وتمثل تايوان ورقة ثمينة في الحرب التكنولوجية والتجارية الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لا سيما لجهة ريادتها في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تدفع بمخاوف عالمية واسعة فيما يخص تداعيات أي تصعيد في تايوان على شركات التكنولوجيا حول العالم. لا يتوقف الأمر عند حد قطاع التكنولوجيا، إذ تبزغ أهمية تايوان كذلك في كونها منتجا ومصدرا لعديد من السلع والخدمات المهمة، ويعتبر الاقتصاد التايواني سابع أكبر اقتصاد في آسيا، ويأتي في المرتبة 22 عالميا من ناحية تكافؤ القوة الشرائية، كما يعد ضمن مجموعة الاقتصادات مرتفعة الدخل بحسب البنك الدولي، فيما يصنفه صندوق النقد الدولي ضمن مجموعة الاقتصادات المتطورة. وهنا يطرح سؤال، ماذا بين الولايات المتحدة وتايوان في العودة إلى ما قبل عامين تحديدا خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ كان الشغل الشاغل للأسواق متابعة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، ومع تبادل فرض الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين تحولت الأنظار إلى بؤرة نزاع جديدة بين البلدين، هذه المرة قرب الحدود الصينية تحديدا جزيرة تايوان، حيث تتبادل الولايات المتحدة والصين التحذيرات والتهديدات حولها، خصوصا مع تقرب واشنطن من الجزيرة أكثر من مرة. خلال الساعات الماضية تصاعدت حالة التوتر حول تايوان بالتزامن مع تدريبات عسكرية تجريها الصين ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية ساي إنج وين
حيث ستحظر الصين على السفن دخول منطقة إلى الشمال من تايوان يوم الأحد المقبل بسبب احتمال سقوط حطام صواريخ، وحددت منطقة حظر للطيران كذلك. في هذا المنشط سيكون معي الأكاديمي والخبير بالشؤون الدولية والأمريكية إدمون غريب من واشنطن عبر سكايب، وكذلك الكاتب والصحفي نادر رينك من بكين. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ منك سيد رينك، يعني هل فعلا بكين ستشن حربا على تايوان أم أنها مجرد مناورات عسكرية لا أكثر ولا أقل؟ أهلا ومرحبا بكم. طبعا هذه المناورات تهدف إلى يعني إشارة، هي إشارة تحذيرية للقوى الانفصاليين في تايوان وكذلك القوى الداعمة لها من الخارج. فإذا كان هناك الاستمرار في استفزاز مثل هذه الأعمال الاستفزازية للصين وانتهاكا لمبدأ الصين الواحد، يعني لا نستبعد يعني أن يكون هناك يعني الاستيلاء، يعني نقول توحيد باستخدام القوة أو توحيد كامل باستخدام القوة، وكل ذلك تتوقف على التطورات الوضع وتتوقف على أعمال الانفصاليين وكذلك هو دعم أنها من الخارج. فإذا كان يمكن العودة إلى المبدأ الصيني الواحد والتماسك بها فالمنطقة ستكون هادئا، ولكن إذا استمر في انتهاك لسيادة الوطن ووحدة أراضي الصين فلا نستبعد أن يكون هناك التوحيد باستخدام القوة. نعم سيد إدمون، إذن يعني ليس مستبعدا أبدا أن تشن الصين حربا جديدة في العالم. اليوم الولايات المتحدة إلى أي مدى يعني ضالعة في هذه التهديدات أو هذه المناورات، أو إلى أي مدى تلعب دورا كبيرا في استفزاز الجانب الصيني؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. يبدو أن هناك تنافس وصراع، وهذا الصراع سيتصاعد خلال الأسابيع أشهر والسنوات القادمة، ربما قد يصل إلى حرب بين البلدين. نسمع في الآونة الأخيرة تهديدات متزايدة من هذا الطرف أو من ذاك، سمعنا مؤخرا من وزيرة الجيش الأمريكي تتحدث عن تهيئة أمريكية بناء قواعد جديدة في الفلبينز، وبالإضافة إلى القواعد الموجودة في اليابان وفي كوريا الجنوبية. ونسمع أيضا من قبل الصين بأن هناك أيضا تهيئة واستعدادات عسكرية. رأينا المناورات الأخيرة بعد زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة والتقائها بنائب برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، ثم زياراتها إلى عدة دول في أمريكا الوسطى. وبالتالي نددت رئيسة تايوان بهذه المناورات العسكرية الصينية. في نفس الوقت نرى بأن هناك مناورات عسكرية بأسلحة يعني حية بين الفلبينز، القوات الفلبينية، والولايات المتحدة، القوات الأمريكية. ونقل عن أحد المتحدثين باسم الجيش الفلبيني أو القوات الفلبينية بأن هذه ستكون بالنيران الحية للرد على ما سموه بالاستفزازات الصينية في بحر الصين الجنوبي، وبالتالي فإن هناك استعداد للدخول في معركة حقيقية وإطلاق نار على سفن. إذن هناك هذا التصعيد، هناك تهديدات متبادلة، هناك تصريحات حتى من قائد الطيران الأمريكي الذي جنرال مينيهان، وهو من أبرز القادة العسكريين هنا، جنرال بأربعة نجوم، تحدث بأن هناك توقعات بأن تحدث حرب بين الولايات المتحدة والصين في العام 2025. وبالتالي فإن هذه كلها تنذر بتصعيد التوترات، وخاصة مؤخرا بعد التقارب الذي شهدته أيضا العلاقات الروسية الصينية.
سأتي على ذكر هذا الموضوع تحديدا، العلاقات الروسية الصينية وأحادية القطب في العالم، ويعني أيضا التحول ربما إلى أن يكون هناك أقطاب متعددة تتحكم في العالم، صراع الأقطاب تحديدا. لكن أريد أن أتوقف عندما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، ووعد تايوان بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تايوان. هل يمكن للولايات المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر في هذه الحرب إن وقعت؟ سيد إدمون. نعم تفضل. طب هذه نقطة فعلا مهمة، من ناحية سمعنا 4 مرات من الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان في حال قيام الصين بأي هجوم على تايوان، ولكن بعد ذلك كنا نسمع بأن الولايات المتحدة، نرى تصريحات من المتحدثين باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تعترف بالصين بمبدأ الصين الواحدة، وهو اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين في السبعينات، وخاصة جاء بعد التفاهمات التي تمت وتسوية الأوضاع، تحسين الأوضاع في عهد الرئيس نيكسون. وكان هدف الولايات المتحدة في ذلك الوقت هو توسيع شقة الخلاف بين الصين والاتحاد السوفيتي وإبعادهما قدر الإمكان مع بعضهم البعض، وتحسين العلاقات الأمريكية الصينية. وكان الاتفاق على أن الصين لن تقوم بغزو أو بضم تايوان بالقوة، وهذا على الأقل ما لا نزال نسمعه من المسؤولين الأمريكيين، أنه إذا حاولت الصين ضم تايوان بالقوة بأن الولايات المتحدة ستتدخل لمساعدتها. نعم سيد رينك، يعني انتشرت صورة للرئيس الصيني وهو يرتدي زيا عسكريا، ما مدى صحتها وما هي دلالتها اليوم؟ يعني وكالات عربية وأجنبية تداولت هذه الصورة، هل هي قديمة أم هي جديدة كما يقال؟ في قبل يومين اتفق الرئيس الصيني القوات البحرية الصينية التابعة للقيادة الجنوبية للجيش التحرير الشعبي الصيني، فهذا هو أمر حقيقي، وأكد الرئيس الصيني في الكلمة أمام الضباط والجنود فأنه يجب يعني تعزيز التدريبات وكذلك استخدام وتدوير الأسلحة، وذلك من أجل الانتصار في يعني الحروب المحتملة والدفاع عن سيادة الوطن. هل هي رسالة ثانية للخصوم أيضا من قبل الرئيس الصيني؟ أعتقد هذا دائما يعني منذ يعني أصول الرئيس الصيني سي جين بينغ إلى السلطة في عام قبل أكثر من 10 سنوات، كان هدف رئيسي لبناء الصين الحديثة هو بناء الجيش الصيني القوية والحديثة التي لديها قدرة للدفاع عن سيادة الوطن ووحدة أراضيها والدفاع عن مصالح الصين في حول العالم، فلذلك هذا هدف يعني ما زال يسعى إليه، ومن أجل إنجاز هذا الهدف الجيش التحرير الشعبي الصيني قام بإعادة تشكيل هيكلتها والإصلاحات وكذلك التحديث، وذلك من أجل البناء القدرة الجيش القادر على القتال الميداني وكذلك إنجاز المهمات ويعني الجرعة على كسب النصر في المعارك الميدانية. سيد إدموند، العلاقات الصينية الروسية الأخيرة والتقارب والتعاون الكبير بين روسيا والصين، إلى أي مدى يمكن أن يشكل حجر الزاوية فعلا لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب؟ فعلا أننا بدأنا نرى عودة عالم لم يعد ثنائي القطبية بل هو الآن تعددي الأقطاب، وذلك بسبب عودة روسيا للعب دور على المسرح الدولي، وأيضا بروز الصين خلال العقدين الماضيين كدولة عظمى. إذن هناك هذا التنافس، الولايات المتحدة لم تكن تعترف بهذه التعددية القطبية، ربما أول من تحدث أو اعترف بذلك
أعلن أن كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي الذي تحدث في أواخر السنة الماضية عن أن هناك الآن تعددية قطبية، ولكن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأقوى في العالم. وهي نوع هذا ما نراه الآن هو أن هناك هذا الصراع هو صراع سياسي، صراع عسكري، صراع على الموارد، صراع على النفوذ. وأعتقد أننا سنرى المزيد من التصعيد، خاصة أن هناك تنافس اقتصادي مهم، بالإضافة إلى ما نراه في أوكرانيا. الحرب الأوكرانية هي مهمة جدا. الصين تحاولت البقاء إلى حد ما محايدة في هذا الصراع، وقدمت مشروع لحل هذا النزاع، ولكن هذا المشروع رفض حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية. والإدارة بدأت تنظر إلى الصين أكثر وأكثر بأنها حليف لروسيا. وأعتقد أن هذا فعلا نرى عالم جديد يتشكل. لا نعلم بعد كيف ستتجه الأمور، ولكن إجمالا أعتقد أن هناك واقع جديد وقد بدأ الاعتراف به. وما نراه مثلا في عدد من الدول، نرى مواقف الدول الأفريقية، رأينا الدور الذي لعبته الصين في الوساطة الإيرانية السعودية، نرى رغبة السعودية في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، نرى دول مثل جنوب أفريقيا، البرازيل ترفض، مثلا البرازيل رفضت بيع ذخيرة ودبابات للدبابات الألمانية الصنع إلى أوكرانيا على الرغم من الضغوط الأمريكية. أيضا كان هناك مناورات عسكرية جنوب أفريقية روسية صينية. أيضا كان هناك انتقادات لجنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا قالت نحن نعمل ما هو في مصلحتنا ولا أحد يفرض علينا ما الذي يجب أن نفعله. إذن هناك هذه المتغيرات الدولية المتسارعة. سمعت التصريحات من الرئيس الفرنسي الأخيرة التي قال يجب أن نبقى حلفاء للولايات المتحدة، ولكن يجب أن لا نكون تابعين لها. إذن كل هذه تعكس هذه المتغيرة. نعم. طب هذه المتغيرات سيد إدموند كيف سيكون انعكاساتها على الشرق الأوسط، تداعياتها على الشرق الأوسط تحديدا العراق؟ فعلا بدأنا نرى ذلك. طبعا أيضا هناك سيولية بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن هنا أيضا نرى هذا الانفتاح الأخير مثلا على سوريا، نرى الدور الذي لعبه العراق فيما في المفاوضات، هو الذي بدأ المفاوضات السعودية الإيرانية، ثم بعد ذلك جاءت عمان أيضا وساعدت، ثم رأينا الدور الصيني. هذه كلها تظهر بأن هناك أيضا رغبة داخل العراق للعب دور أكثر، يعني يترك مسافة لنفسه من هامش من المناورة للعب دور أكبر على الساحة الإقليمية. والولايات المتحدة في الوقت الذي لا تزال تقول بأن هناك شراكة استراتيجية بينها وبين العراق، وأنها باقية في العراق ولن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط لأن لها مصالح حيوية ولها أصدقاء وشركاء هناك، إلا أننا أيضا هذه قد بدأت تتأثر أيضا. ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة على الرغم من أن اهتمامها الرئيسي سيتجه نحو آسيا وأوروبا طبعا، إلا أنها ستبقى مهتمة بموضوع الشرق الأوسط، وإن كان هذا الاهتمام سيتقلص مع مرور الوقت. نعم سيد رينغ، يعني أخيرا، هل الصين قادرة على مواجهة الولايات المتحدة في تايوان؟ وهل قادرة أصلا على استعادة الجزيرة؟ تفضل. هذه المسألة، يعني نحن نعلم يعني في الماضي كان كل مرة عندما حاول البر الصيني الرئيسي تنفيذ التوحيد الكامل للبلاد، فوقف الولايات المتحدة يعني كحاجزا باستخدام القوة أمام الجيش التحرير الشعبي الصيني. ولو بدون الولايات المتحدة فحلت المسألة تايوان منذ وقت طويل، ولكن حاليا هدف الجيش التحرير الصيني هو الأكبر، يعني أكبر هدف يمكن أن نرى كذلك خلال المناورات، هو ردع لأي هجوم عسكري محتمل من قبل القوات الأمريكية في هذه المنطقة، وكذلك الردع للحاملات الطائرات الأمريكية وغيرها من كذلك يعني القوات
اليابانية كذلك أي تدخلات العسكرية من الخارج. فحاليا أعتقد في هذه المنطقة لدى الصين القدرة ولو بثمن يعني الرد على الولايات المتحدة. هناك صواريخ، قوات صواريخ الصينية متقدمة جدا، وحتى بعض التقنيات الصين الوحيد متفوقة في العالم. فأعتقد يعني لدى الصين هذه القدرة لتصدي أي هجوم محتملة من قبل الولايات المتحدة في هذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي نادر رينغ من بكين. الشكر موصول إلى الخبير والأكاديمي بالشؤون الدولية والأمريكية إدموند غريب من واشنطن. شكرا لكما ضيفي الكريمين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام مانشيت أحمر، وكانت هذه أبرز المانشيتات لهذا اليوم. موعدنا معكم يتجدد يوم الأحد القادم. إلى ذلك الحين كل التحية، إلى اللقاء.